ألف ألف مبروك. التاريخ يقهر الطموح. الذهب ما بيلقش غير على الأهلي. صحيح. المكسب والفرحة ما بتلقش غير على الأهلي. أولا الحمد لله، مبروك لمجلس إدارة النادي الأهلي، ومبروك طبعا لكل المنظومة الكروية في النادي الأهلي، مبروك لجمهور النادي الأهلي العظيم اللي دايما طبعا بنراهن عليه وبيكون هو المكسب. 10,000 في الملعب كأنهم 100,000 متفرج. والله قبل الفطار في بداية الاستوديو بتاعنا قلت ربنا يكبر بخاطر الناس اللي راحت، لما تلاقي واحد، ما هو دي بقى فايدة الأندية الجماهيرية اللي لها جماهير. في كورتين كانوا البيراميدز خطيرين، شوف بفضل الدعوات وانت شغال في الملعب وانت بتجتهد تحتاج التوفيق، التوفيق بيجي ممكن مزبوط. واحد يعني يبقى فيه دعوه ربنا يستجيبها، علشان كده التوفيق بيجي، علشان كده بقول الذهب ما بيليقش غير على النادي الاهلي. ما ينفعش ما ينفعش التاريخ لما يكتب يقول اول بطوله البيراميدز على حساب الاهلي، ما ينفعش. حبوا ما ينفعش يحرموك من الناس، زياده عدد جماهيرك، ولكن ربنا كبير. بيراميدز لو بيلعب بنفس الشكل ده وبنفس القوه وبنفس كل الاسلوب ده في كل مبارياته كان ممكن يكون في مكان تاني، لكن ادي الجمهور يا كابتن، حاجة ده مش عظيمة. 10,000 واحد دول، انا بقول لك كان نفسي الكرة اتعملت للجماهير. ما ينفعش شكل استاد القاهرة نهائي كاس مصر حاجة بتتعرض في كل الاماكن. الكابتن محمود الخطيب متواجد النهاردة، بنقول له الحمد لله على السلامة. السلامة حاجة طبعا، يعني كمان يعني التتويج هيبقى تتويجين النهاردة، عودة الكابتن محمود الخطيب بالسلامة وانتصار مهم بطولة كأس مصر المرة ال 38 في تاريخ النادي الأهلي، ووصولك كمان لمباراة السوبر، ده بيفتح لك بطولة تانية. بطولة تالتة انت السنة دي، دي البطولة التانية ليك في الموسم الحالي اللي احنا فيه. ابتدينا أمام نادي الزمالك السوبر المصري، ودي البطولة التانية. لما تاخد بطولتين من الزمالك وبيراميدز، لا ده بتبقى بطولة حلوة. صحيح. إن المنافس بتاعك زي ما بقول بيستعد لك استعداد مختلف، علشان كده بيبقى اداؤه مختلف قدامك، ما بيلعبش قدام اي فرقه كده. علشان كده بحيي لعيبه النادي الاهلي النهارده اللي ظهرت روح الفانيلا الحمراء دايما. واحنا بنراهن على النادي الاهلي بعد توفيق ربنا سبحانه وتعالى بنقول روح الفانيلا الحمراء، كلمه ما عرفهاش اي نادي تاني، ما عرفهاش غير اللي اتربى وعاش واتمرن في التتش وعاش اللحظات دي.